السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس في هذه الورشة التدريبية. بإذن الله في هذا الدرس سوف نقوم بتكملة النص، هذا النص ثلاثة الأبعاد، فكنا انتهينا في الدرس القادم في هذه الجزئية. في هذا الدرس نقوم بتكملة نص وإضافة التشكيلات بإذن الله. فنبدأ على بركة الله. نبدأ، كنا انتهينا هنا، فنقوم بإلغاء الإخفاء، نذهب إلى الـ Edit Mode، نختار لكم هذا الجزء، Extrude، الـ Wireframe يكون أفضل في التتبع، فهنعمل Extrude مرة أخرى. ثم اكسترود اكسترود مرة أخرى هنا، ولكن نختار هذه الجزئية ونعمل اكسترود، رايت كليك وكنترول، طيب تقريبا أصبح عندنا هذا الجزء، فإحنا ممكن كالتالي ممكن ننسخ الميم منها هنا، شيفت دي في الاكس، هنلحم الاثنين ميرج الت ام، اصبح عندنا حرف الميم، يتبقى لدينا هذا الجزء. ممكن تكون هذه الطريقة تسالك وقت، لكن زي ما احنا قلنا ان مفيش اي طريقة حاليا، هذه الطريقة الوحيدة لتتبع نص كاستم، لان زي ما احنا اتكلمنا ان ده مفيش فونت توافق مع هذا الفونت اللي بنستخدم، فونت غير مالوش اسم، او يعني الفونت اللي بنستخدمه ما فيش زيه في البي سي. النقطة الثانية إن هذه الطريقة نستعرضها أيضا، لأن نفس الطريقة ممكن نستخدمها مثلا تحويل نص 2D. يعني كما ذكرنا كتدريب
وأفضل طريقة هي هذه الطريقة، بالرغم من أنها بتستهلك وقت. وكما ذكرنا أيضا، نذكر المرة إن نذكر بالمرة إن لو في سكريبت بيعمل تريسنج للكالر، حتى لو كان في سكريبت أيضا السكريبت ما بيكونش، هيكون في خطأ معين ناحية السكريبت، لكن احتمال يكون قريبا في سكريبت يحول الكالر بهذا اللون إلى كواد، أو يقوم بتحويل ال 2D تكست أو 2D لوجو إلى 3D لوجو. زي ما احنا ذكرنا، لو في فيكتور فايل، أي فيكتور فايل يتم تحويله اوتوماتيك إلى 3D، طبعا مش هنحتاج هذا المول الطويل. طيب، احنا حاليا بنعمل تريسنج، نختار هذول ويكسترود في الزي اكسس، إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله هنعرف إزاي نحول الفيرتكس إنها تكون هذا اللون الخافت إلى لون معين من السيتنج أو من اليوزر بريفرنسز، بحيث تكون أفضل نوعا ما. تمام، هنستخدم اكسترود. تمام، التتبع حاليا مفترض اننا نختار هذا الجزء، وطبعا مش شرط ان انا اضيف كل هذه الايه الايدجز، يعني مثلا هنا ممكن اختار هذول، كنا نذكر ان مش لازم نضيف ايدجز بكثره، فاذا لو كان في ايدج زياده ممكن نضغط اكس ويديسولف ايدج ويتم التخلص من ايدج بهذا الاساس. طيب، احنا تقريبا اقتربنا من انهاء الاساسيات، فاذا هل عندنا ما اعتقد غير موجود، فاذا كنترول ال شيفت دي جي في الاكس،
ثم اكسترود مرة أخرى بهذا على هذا الأساس. كلام سليم. ممكن نرد بلوكيت اكسترود. يتبقى لدينا الكلمة الأخيرة في هذه في الرايتنج. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. أولا هيبدأ التتبع من هذه النقطة وكنترول اكسترود في الزي واكسترود من هذه الجهة، ولكن هنا القاف هو نضع كل النقاط أو الفيرتكس في مناطقها الأساسية. أيضا ها هنا نضع كل النقاط في الأماكن الرئيسية. طيب احنا انتهينا دلوقتي تقريبا من كتابة الكلمات الرئيسية، فبقى لدينا التشكيل وبقى لدينا النقاط اللي هي نقطة ونقطتين. فبالنسبة للنقطتين احنا ممكن نبدأ أوبجكت جديد مش بلين ار اكس 90 degrees وسكيل عدة مرات، ثم بهذا الأساس نختار هذا الجزء كنترول ال شيفت دي كلام سليم. هتم بقى تكرار هذا الجزء، لكن حقيقة ممكن دمج، ممكن الدمج شفت دي أو نقطة شفت دي بهذا الأساس
عندنا أيضا نقطتين هنا، ولكن هذه النقطتين أكبر في الحجم. وفي عندنا نقطة أيضا شيفت دي في المن، كنترول ال ديليت، كنترول ال. طيب طبعا نسينا هذه الهمزات، فنبدأ add plane rx 90 degrees. نضيف ولكن ها هنا وها هنا، ثم نختار هدول. طيب في عندنا طبعا همزة في الألف، فهنسخ الهمزة، و كل الهمزات والنقاط هتكون بلون مختلف عن لون الكلمات الرئيسية. طيب طبعا الهمزات أو التشكيلات، فنبدأ بلير مختلفة. ممكن نلغي هذا الدرس أو ننهي هذا الدرس هنا ونبدأ في درس قادم بإذن الله.